يواصل سلاح الجو التابع للقوات المسلحة تنفيذ طلعاته لاستهداف أي تجمعات أو تحركات للحشد الميليشيوي. سلاح الجو نفذ 5 طلعات قتالية على جبهة غرب سرت، استهدفت الميليشيات والمرتزقة السوريين والأتراك بضربات دقيقة، نتج عنه انسحاب الحشد الميليشيوي إلى مسافة 90 كيلومتر غربي مدينة سرت بعد تقهقرها نتيجة الضربات الجوية الدقيقة. كما قام سلاح الجو بطلعتي استطلاع حول منطقة سبها، وخلالهما لم تشاهد أي حركة غير طبيعية في الجنوب. وخلال اليومين الماضيين واصل سلاح المدفعية التابع للقوات المسلحة قصف مواقع الميليشيات والمرتزقة الإرهابيين السوريين والغزاة الأتراك في محيط منطقة بوغرين وازدادة وزمزم، بالتزامن مع قصف سلاح الجو نتج عنه خسائر كبيرة للميليشيات والمرتزقة في العتاد، فضلا عن تدمير خطوطهم الدفاعية وتحصيناتهم الميدانية. المتحدث العسكري للقوات المسلحة أوضح أن منطقة العمليات الحربية تمتد من الوشكة إلى أبو نجيم إلى مصراتة، موضحا أن القوات الجوية تؤمن دائرة بقطر 500 كيلومتر في هذه المنطقة، وعليه يتابع سلاح الجو أي تحركات للميليشيات والمرتزقة والأتراك ويقوم باستهدافها منعا لمحاولة تقدمها. لقناة ليبيا الحدث، بوبكر العقيلي.